اوتو فوكس وسبيشال اوفرز عم بيكونوا بهالاسبوع، وخاصه على سيارات كتير كتير مميزه، واحده منهم الفولفو ال 60 تي 4 اللي رح نشوفها اليوم مع صديقي وزميلي فيليب. هاي فيليب. هاي حماس على هالسياره صراحه كثير حلوه. اتس يعني كان بقول ال 60 تي 4 كومفورت باك. كومفورت باك بيجي فيها اوبشنز زياده مثل الهيتد فرونت سيتس، الباور سيتس، نفسه يعني كل شيء عم تحكي راحه. اكيد فولفو، وقت نحكي فولفو عم نحكي سيفتي. سيفتي مجهز من ناحيه من عنا. انت بتعرف الفولفو مين؟ سويدي مزبوط. عشان هيك السياره ايه خبرنا شو وضع الفولفو عندكم بالسويد؟ مشهوره كثير هلا تلج هونيك بتعرف، وكثير منيحه على تلج السياره. على كل حال الفولفو بلبنان بالطقس العاصف كمان ممتازه، والسيتنجز تبعها كثير معمولين لهيك نوع من الاحوال الجويه، وبتكون ممتازة على الطرقات اللي فيها جليد وفيها تصحيح. يعني فيها نسميها كمان all year round car. يعني في تسوقها بحيالها تقس، حيالها conditions harsh extreme، شوب سقعة سيارة مناسبة. ليش عم نحكي شوب سقعة؟ لأنه إذا كان شوب كتير في عندك climate control كتير حلو بقلب السيارة، multi zone climate control. نفس الوقت كمان عندك light and rain sensors حتى تكون visibility تبعيتك دائما كتير منيحة. infotainment system لكل العائلة، لكل الأشخاص، لكل it's a sports car. نفس الوقت it's a family car. صح. executive car يعني ما بتوقع بكاتيجوري واحدة، بتوقع بكذا كاتيجوري. وتوربو سيارة بطبيعة الحال، يعني في قوة كبيرة. رح نعرف بعد شوي كم معدد الأحصنة اللي فيهم السيارة، كم سيلاندر وكل شيء، معلومات عن المحرك. لكن شكله عن جد ده حلو لهت الـ S60 T4 comfort مثل ما عم بتقول، كمان مع هالإكزوست كروم من ورا، مع هالشيب الحلوة كتير، مصابيح كمان داخلين على جوانبها، وكمان ب كمان عنا نيفو عالي، نيفو واطي فيهم من ورا. جانت السيارة قد ايه فيليب؟ جانت السيارة 16 انش. هالسيارة كمان عم نحكي عن performance كنت عم تحكي عنها كتير مهمة. 4 cylinder 1.6 turbo الانجن تبع، اكيد وقت عم نحكي T4. بنفس الوقت 180 حصان تولد. واو، سيارة نشيطة جدا، سيارة كتير حلوة. تراكشن كنترول تبع ABS و EBA. ما اليوم حلو كتير بالنيو تكنولوجي بالسيارات، عم بيشتغلوا على محرك صغير 4 سيلندر بس بقوة دفع كبيرة مع نظام التوربو. وحتى عم نشوفه اليوم بسيارات الرالي، بسيارات الاف 1 عم بيصغروا عدد السيلندرات وعم بكبروا القوة. تغير النظام كله بالانجنز، حتى الماتيريال اللي بيعملوا فيها انجنز. The new age of cars يعني إذا فينا نقول. نسينا شغلة كتير مهمة نقولها جورج، انه هالسياره موديل 2015 وموجوده بس بالام تي في. بهالاسبوع على اوتو فوكس بس عم بتشوف السيارات الموجوده عندنا بالام تي في، بمبنى الام تي في، وعلى الويب سايت اكيد mtvsv.com، وعلى اكيد رقم اللي عم تشوفوه على الشاشه هلا 0372-8872. لكن بس بده يشوفها هون وعلى الويب سايت. من الداخل فيليب، يعني انت عملت انسبكشن مهمه من الداخل. عن جد السيارة كتير حلوة، والأحلى من هيك هالكيرف الجاية بالكونسول تبع السيارة، اللي هو إذا منشوف كمان مفتوح من ميلة لميلة، وهيدي شغلة بتميز الكونسول تبع سيارات الفولفو. وبتشوف الخشب الحلو هاللوكس كمان، الكرام اللي داخل عليها، أكيد كراسي كهرباء كلهم هيتد سيتس، وكمان بالصيف بيعطوكم هواء مسقع أكيد بطبيعة الحال، ميموري سيتس لكرسي الدرايفر، وكمان مثل ما عم تشوفوا التحكم من ناحية الفولان بكل شيء سيتينجز بالسيارة. إضافة لذلك عم نشوف الساعات الأمامية أمام الدرايفر. جورج هذا كنت لك عنه ديجيتال. في شيء كتير مهم اسمه Intelligent Driver Info System، لكل شيء بدك تعرفه برات السيارة وداخل السيارة، وكل شيء information دغري ببينه قدامك على الداشبورد يلي موجود، اللي كتير حلو كمان. It's a digital plus analog clock مثل ما كنت عم تقلنا، كتير حلوة. وفي Tire Pressure Monitoring System تشوف أكيد ضغط الهواء بقلب الدوليب تبعك، حتى تعرف أكيد إذا لازم تغيرون، لازم كمان تعبي هواء أكتر. فا it's a comfort pack، بتريح راسك وانت تشتريها. سيارة رائعة فخمة 2015 very safe. عم نحكي فولفو، عم نحكي سيفتي حديد، حتى pedestrian safety. يعني غير انه السياره كثير سيف بحال صار في اكسيدان، عندك كيرتن ايرباجز، عندك كل شيء ايرباجز بقلبها، وعندك كمان انظمه بتنتبه انه توقف في الفجأة البنزين قبل ما تكون عم تقرب على حل اوبستكل. حتى في عندك بيدستريان ايرباجز، يعني وقت تفوت حدا فيك هون بيطلع ايرباج، حتى بتكون عم تحمي له يعني بحال صار شيء معك. بعطيك اشارات على كل شيء، شو ما بقرب عليك اي جسم غريب 360 اول اوفر السياره بتكون عم تنبهك انت وعم تسوقها، خاصه بالليل بتكون السياره
كثير دقيقه بهالامور هيدي. وسيفتي قد ما نحكي عن سيفتي فولفو هي دائما نمبر 1 من بهالفئه هيدي، ومن ناحيه الحديد اللي بيستعملوه بفولفو كثير معروف حديد بالبويب، كان حتى عم بقرا عنها بسبيكس البويب تبعها مدعمين حديد تبعها كثير قوي متين. ليد لايتس كمان الشكل الامامي كثير حلوين، شيء في حلو فولفو. كمان تكنولوجي كمان جورج لذيذ فيها، وقت تقرب على السياره لحالها بتضوي، اذا كان الكي معك بجيبتك بتضوي مثل ضو صغير تيقول لك اذا بالليل السياره وين موجوده. اكزاكتلي ثانك يو فيليب على كل هالمعلومات. بس السعر اليوم قد ايه عم بيكون عند السياره؟ بعرف كثير ناس عم بيسالوا قد ايه سعرها معقول. في عندنا فيري سبيشال برايس لكل الاشخاص عم بيحضرونا بس لاوتو فوكس، وبس موجود السياره عندنا بمبنى الام تي في، كان حقها 51900 مع تي في اي تبعها، هيدي الانكلودد فيها. هلا صار حقها اليوم اذا بتجوا اكيد خلال هذا الاسبوع 48900 انكلودينج تي في اي، وعم بتروحوا ب 3 years warranty international Volvo warranty. حلو كثير. كمان الاوفر اللي عم بيكون بي اوتو فوكس على الاس 60 تي 4 فولفو رائعه جدا اللي استعرضناها اليوم معك مع اللون البلاك اللي بيعقد كمان. شكرا لكل اللي تابعونا mtv.com.lb لترجعوا تحضروا هالحلقه، وكمان الويب سايت mtv.sv لتعرفوا سبيكس اكثر عن السياره اللي فقط موجوده بالام تي في. الى اللقاء.